الاهلي يلحق الهزيمه الاولى بسيمبا ويفوز عليه 1-0 بهدف لمحمد شريف. كابتن علاء الف مبروك النادي الاهلي، فوز منطقي. مبروك طبعا ورد اعتبار وفوز منطقي جدا، يمكن من اداء بس الاهلي الشوط الاول اختلف الاداء في الشوط الثاني خالص، يعني ممكن يبقى اجهاد، وده الحاجه اللي النهارده واضح على معظم لعيبه النادي الاهلي. صحيح في اجهاد جامد جدا، لكن الغرض اللي انت كنت عايزه المباراه حصل، انك كسبت النهارده 1-0 واول هزيمه لسيمبا. مبروك للنادي الاهلي، والتاهل طبعا كانت خلاص حسم من قبل المباراه، لكن اعتقد كان فوز كان مطلوب وكان مهم جدا، ويمكن دايما بتاخد مباراه اللي انت الهدف الاول او الهدف الاكبر انك تفوز مباراه النهارده، فزت بيها النهارده. ممكن في بس اختلاف في الشوط الاول عن الثاني لكن هنتكلم فيه، لكن المهم ايما انك يعني حققت الغرض من المباراه. فالف مبروك للاعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله القادم هيبقى احسن ان شاء الله باذن الله ربنا.